مشاهدينا متابعين الكرام في راديو الغد، اهلا ومرحبا بكم. اليوم نتواجد في حي الميثاق، هذا الشارع اللي من حي الميثاق الى الطريق حي الانتصار. مناشدات عده وصلتنا من اهلنا في هذه المنطقه يشتكون من تجمع مياه الامطار، حتى دائرة المجاري تقوم بعمل الا وهو مد انبوب. هذا الانبوب سيجمع كل المياه حتى تذهب الى المصدر الرئيسي. نلتقي مع الأخ عمر من أهالي منطقة الميثاق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حدثنا عن معاناتكم اللي كنتم تعانوها سابقا، والله المناشدات اللي وصلتم إلى راديو الغد من أجل حل المشكلة إن شاء الله. أستاذ، إحنا معاناتنا صار أكثر من 7 سنوات. إيه والله معاناة مع دائرة المجاري، كنا دائما نعاني والمعاناة ما لنا إيش أستاذ، يعني حفرة عميقة وبوسط شارع كان ما يصير يعني ساقي، يعني ما رهمة. احنا كل مره نمر عليهم بصراحه المجاري ما اكو تخصيصات، يعني هاي 7 سنين انا وجواريني المنطقه كلها اتعاني بيها، وهسه ان شاء الله الحمد لله ماشي على قاعدنا الصبح جو جماعه المجاري عايشتلون بالشارع. ولحد الان بصراحه احنا عم نغشى على الشغل، والله سريع ومالي، بس اهم شيء يكون لا تنترق وتظل، لان انت تعرف موسم شتاء وامطار، فاذا ظل على هالشغل هذا ان شاء الله راح ينجز باسرع وقت ان شاء الله. اذا مطالباتكم بالسرعه، اي الاسراع بالعمل. اي والله يعني تتعب. كان هذا ساقي والماء يجيكم من يعبغ على الشارع، تبلط الشارع اكلوا للشارع الماء، تعرف ايش الماء الماء اي ها فاكلوا، احنا نغيد نلغي الماء بالشارع فيتبلط الشارع ويصير مجرى. مرحبا ابو مصطفى. يا هلا وسهلا. انت مرحبا. من حي الميثاق وكان عندكم معاناه طول هذه الفتره من تجمع المجاري. نعم. خاصه لما تساقط الامطار حدث ولا حرج. والله حتى بدون تساقط امطار كانت هي حفره كبيره وماي، وكل ما يبلطوه يرجع يتاكل التبليط من خلف الماي. يعني فهاي المعاناه مالتنا من 2006 لحد الان. اي والله، والحمد لله هسه المجاري يعني بدوا بالمجرى الصندوقي. وان شاء الله العمل يستمر على نفس الوتيره، لان هاي صار اسبوع يعني خوش مسافه اسلوبي ان شاء الله. والطالب بالاسراع بالعمل؟ والله اذا بقى على نفس الوتيره ما راح يتاخر ان شاء الله، يكون على نفس الوتيره مال العمل مالتهم. حدثنا عن هذا المشروع والمده المقرره له، وايضا بالنسبه للانابيب حجم هذه الانابيب. نعم، في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ورود مناشدات عده عبر راديو الغد تم ادراج مشروع تنفيذ شبكه مجاري مياه الامطار في منطقه حي الميثاق قرب الملعب ضمن تخصيصات دعم الاستقرار وتحت اشراف مباشر من قبل مدير مجاري نينوى المحترم الاستاذ محمود يونس فرج. تمت المباشره على بركه الله ومباشره باعمال التمديد، حيث يتضمن هذا العمل تمديد شبكة مجاري بأقطار مختلفة تبدأ من 700 و600 و400 بطول 1117 متر، حيث يخدم هذا المشروع القضاء على تجمعات المياه التي كانت تعاني فيها المنطقة لفترات طويلة، حيث تمت المباشرة بها خلال مدة لا تتجاوز الـ4 أيام، ومن المؤمل الإنجاز هذا المشروع خلال الفترة القليلة القادمة، حيث تمت توجيه الشركة المنفذة للعمل بضرورة ضغط العمل والعمل بشيفتين نظام الليلي والنهاري لكي يتم إنهاء في أقصى مدة ممكنة، وكذلك أن تقليل الفترة الممكنة يساعد المواطنين، يعني يساعد المواطنين على حرية الحركة والانسيابية في المنطقة. إن شاء الله بعد أن يتم يعني مد هذه الأنابيب، هل سيتم تبليط الشارع أم التبليط يكون من بلدية الموصل؟ لا، التبليط يكون على بلدية الموصل، احنا حنرجع الشارع كما كان سابقا اللي هو تبليط المسار فقط يعني، والباقي ان شاء الله على بلدية الموصل. مثل ما ذكرنا يعني هذه الشركة عندها خبرة بهذا العمل، انت نعم. ذكرت 6 أشهر، البعض يقول يعني مسافة قصيرة، هل بيمكن ان نختزل العمل؟ نعم، تم توجيه الشركة المنفذة بضرورة اختزال الوقت والعمل بنظام الشفتين الصباحي والليلي لاختزال الوقت وتسهيل حركة المواطنين. فكما ترون يعني الان تقريبا صارنا لمدة 4 أيام وواصل بالأعمال التمديد تقريبا بال200 أو 250 متر خلال مدة 4 أيام، وإن شاء الله على القريب إن شاء الله يشوف يلاحظ المواطن تغير ملموس إن شاء الله في أعمال دائرة المجاري إن شاء الله. مثل ما ذكرنا يعني هذا الماء يبدأ من حي الميثاق. نعم، من حي الميثاق اللي من نهاية السيدين كانت تجمعات المياه كانت تعاني منها المنطقة يعني منذ سنوات،
وبعد ورود اكثر من شكاوي تم ادراجه وتمت حاليا الاحاله مالته والتنفيذ ان شاء الله. ليش ما بدينا من العمل من هناك لنهايه الشارع؟ استاذ المواصفه انه لازم يكون البدايه من المصبات اللي هي منطقه الربط او المصب، فيكون العمل يعني تباعا وتدريجيا، يبدا من الاقطار الكبيره من منطقه الربط وصعود الى المنطقه اللي المستهدفه اللي هي منطقه تجمع المياه. ان شاء الله يعني سنقول وداعا لتجمع المياه بهذا المكان. ان شاء الله يا اهلا وسهلا. الله يسلمك. اذا بعد ان استمعنا الى الاخ المهندس فراس طلال مدير المشاريع في دائرة المجاري، أيضا كان عندنا بعض المناشدات من الأخوة المستمعين والمواطنين بهذه المنطقة، إن شاء الله نسمعها وإن شاء الله نسلط الأضواء أكثر عن هذا المشروع، ودائما نلتقي إلا أن ينتهي وتخلص هذه المعاناة اللي يعاني منها أهلنا في حي الميثاق. نلتقيكم في جولات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.